ما بعرف شو بقول. جن فرد جنة مثل الولد الصغير، ومن الصبح لهلا ما عم يرضى يحط الرجل، قال بده يضل على الكرسي ما نبعازته. الله يهديه. اتصلت بريم بالتليفون، قلت لها شو عامل؟ قام صارت المسكينة تبكي، قال شو ما بتعرف شو بو؟ المسكينة ما عم يتصل فيها. فاضل راح يجننها. الله يستر. بسك على المغسلة؟ نسيته. شو عم تعملي؟ بدي حطه بالجيبة. لا ماما، إذا حطيتيه بالجيبة بجوز أغسل لك البيجامة بكره ويروح. حطيه بإيدي. ماما صايرة عم تحسس مني. آه خير إن شاء الله. صباح على خير. أنت بخير. تعطيني السرير والعربايه لساتهم جدد كثير منيح. احسن ما تشتري، صاير هالايام كل شيء غالي، ويا ريت النوعيه منيحه. بعدين البيبي بس يصير عمره 3-4 سنين كل هاي الاغراض ما عاد بيعوزها. اكيد. احمد الله يخليك، طلع عند العين الساحره قبل ما تفتح، بلا ما ننبلى بشي مندوب مبيعات او شحاله. يا زهير حكالي يمكن يجي. حكيتي له شيء عن زهير؟ قديش صار لك ما جيت لعنا يا زلمه؟ شي سنه يمكن، ما هيك؟ والله عامل لي فيها نجم وما نجم. ابو السوس امانه كل ما كنت قريب بلطم عليك. ان شاء الله تكرم عينك بخير. لبالك الحمل ميرنا؟ ايه لا ولو حاجتك بقى لسه مو مبين شيء. والله خليني احط لك تاكل، مو حلوه هيك؟ ايه لا تروح اكلات ميرنا الطيبين عليك. والله متغدي قبل ما اجي لعندكم، بس خلص بعدك المره الجايه بيجي على الغدا خاص. بتعزميني؟ ولو يا زهير، انت اطلب واتمنى، بس قل لي شو بتحب تاكل. كيفه فاضل؟ منيح؟ منيح، كتير منيح. بتعرف فاضل؟ أنا يمكن أكبر غلط غلطته بحياتي إني سمعت من أبوك وسافرت. زلمة حاسس حالي ضيعت وقت على الفاضي. لا وفوق كل هاد ما قدرت زبط وضعي. لك لا تندم على شيء يا زلمة. انت بكل الاحوال كان لازم تروح تسافر وتجرب. بس يا زلمة حاسس حالي ندل، لا كنت معك ولا كنت مع اهلي. لا وحتى وقت كنت انا هنيك انت كنت متكفل بكل اموري. عن جد فاضي؟ لولاك انا ما رجعت. لك شباك، شو هالنوبة التأنيب الضمير اللي هبت عليك فجأة؟ بعدين شو نسيت انه انا اخوك الكبير وانا اللي مسؤول عنكم؟ بس فاضل انت ما بقى خرجت تتحمل مسؤوليات لحالك، لازم يكون في حدا معك. لا خير ان شاء الله، شو ناقص عليكم؟ انا مقصر بشي؟ ولا لانه ما عاد عندي رجل؟ ولانه في شظيطين علقانين بصدري؟ ما هيك قصدي فاضل، لا تفهمني غلط. قصي،
روح اطلع على البيت، بدي اطلع لحالي. ما رح خليك تروح لحالك، بدي ساعدك. اتركني هيك قصاي، عم لك بدي روح لحالي. العمى يا ريتك ضليتك ساكت وما حكيت. شو شهاد؟ يا عيني. والله زهرك متحسن. لك هنشوف. دوس هاي. والله حبيبي. هاي اثنين باثنين. لا حبسك. دوشيش. شو هالحظ هاد؟ طلع. شو هالحكا بقى؟ هاي اثنين. هاي. بنجو سيء خاني. بنجو سيء. أوه. كمان دو ساي شو هالحظ هاد؟ يا سيدي مخرج واحد يلعب معك لانه زهرك قوي. بنجو دو هي بنجو هي دو جهاريك هلا كمشتك حلت علينا البركه. والله ما بتتخيل قديش انا مبسوط يا حبيبي. شفت حالي قريب من هون قلت لحالي بسلم عليك. ما بتتخيل قديش فرحتني. كيف حاسس حالك هلا؟ منيح، أبطأ من قبل، شغال. الحمد لله، الحمد لله أنك رجعت تمشي. هلا بطيء سريع ماشي الحال، المهم أنك رجعت تمشي على رجليك. إيه، إلي شي أسبوع عم داوم بالمزة، وشي شهر زمان برجع بداوم بالوزارة، وترجع الحياة الطبيعية، نفس الروتين ونفس البياخات وهيك. مرتاح؟ مرتاح، إيه، الحمد لله، شكراً لك. ولو يا فاضل، أنت ما بتستاهل غير كل خير. شوفوا شو حلوين صوفين بيدفوا. تسلموا ايديك. هدول جبتهم من زلمه كان عم يبيعهم عند مطرح ما نزل الهاوي. رحت لهنيك؟ كان لازم روح بس ما لقيت شيء. ما في دم، ما في لحم متفتت ميبس معلق بالحيطان. لك حتى الحيطان ما بقي عليها اي اثر بدل انه في ناس ماتت هون. صوت الحجر هو عم يتفتت لهلا بسمعه كل يوم، كل يوم قبل ما انام بسمعه. مثل صوت البرد هيك بس ينزل على طبونات السيارات. هيك الدنيا فاضيه بدها تمشي فينا وبلا وما رح تستنى حدا. قلتك اللي راح راح والعتب على يلي بقي هان. كيف رين؟ منيحة كأنه عم تشتغل وأحيانا بتطلع عنا بس مو كتير رايقة. صحيح عم تضحك وعم تمزح بس مو هي رين تبع زمان. فاضي فرطوها للقصة بقى.
وحاج زعلانين من بعض. والله ما بيلبق لكم غير تكونوا سوا. انا ما كنت منيح معها ابدا. طب اعتذر يا اخي، صلح موقفك. هذا الحكي كان لازم يصير من زمان كثير، بس هلا ما عاد في وقت. لا مو صح فاضي، يلي بيناتكم ما له وقت صلاحيه مثل ما عم تحكي. ما بعرف.